لو الحكاية فيها إن فيديو نقود الانتخابات المصرية تبدل الأمر بعد ظهور قائمة الدكتور كمال الجنزوري، ثم توارى الدكتور كمال الجنزوري بعض الأعضاء انضموا لقائمة الحب مصر، ومنها رجال الانتخابات فتبدلت الأمور. هل تتوقع حضرتك استمرار التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة المصرية؟ أنا أكلمك عن نفسي، أنا غير مقتنع بالتحالف تماما. يعني أنا أعتقد إنه أصلا التحالف ده أساسه هات وخد. يعني أنا مش شايف الهات. يعني هاخد إيه من مين؟ يعني أنا أتحالف مع جهة هتضيف لي وانا هضيف لها. انما انا ماني شايف اي جهه ممكن اتحالف معاها تضيف لي كاحزاب كقوه سياسيه. يعني هتبقى مبدا هاتم وما فيهاش خد، ما فيهاش تبادل المصلحه وتبادل المنفعه. ورايي شخصي برضو خالص، يعني لا يمثل الحزب، يعني انه القوائم سواء كان في حب مصر او خلافه، انا وجهه نظري انه يعني المصير الاحرار يستطيع ان يشكل قوائم ويفوز في واحده في اثنين منهم، ويبقى واضح كده مين انت المصير الاحرار. انما دي ميوعه مع مراعاة يا دكتور مبدأ تمثيل الفئات المهمشة اللي كان الحزب اتكلم فيها أكتر من مرة إن دي قوائم مخصصة أصلا لفئات مهمشة. هل تتوقع حضرتك إن هتستمر التحالفات الموجودة دي، خاصة إن في دعوات إن في مستجدات وفي قوائم أخرى ستظهر على الساحة؟ هو خلينا نتكلم، هو في الفردي ما ينسى مين اللي بيجري ورا التحالفات؟ اللي بيجري ورا التحالفات اللي ما عندوش ثقة في نفسه. أنا بكلم بجد. فهل إحنا كمصريين أحرار عندنا ثقة في نفسنا؟ أنا لا أمثل حزب، أنا دلوقتي بتكلم بصفتي رؤوف فضلك. تمام. أنا لو عندي ثقة في نفسي كحزب، أنا أعمل القرارات بتاعتي وقتها. ومش شرط ان انا انزل في كل القوائم، اشوف الحتت اللي انا قوي فيها واعمل القوائم بتاعتي فيها واشتغل. لو انا ما عنديش ثقه في نفسي اتحالف. حضرتك في استمرار وجود بعض الاحزاب ذات الخلفيه زي حزب النور، حزب الوطن، حزب الوسط من على شكلته، رغم مخالفه نص دستور سابقا. تعليق حضرتك على الموضوع؟ شوف، هو في طريقتين للتعامل مع ده، تطبيق نصوص الدستور بحذافيرها بالقانون، ودي قد استكرمنا ما يكتبش او نظام وعمق ابرزهم من لجنة سياسات الحزب الوطني المهندس احمد مصر. لجنة التنظيم. لجنة التنظيم. وتقدم بأوراق للترشح للبرلمان إلى جانب مجموعة من المستقلين. تعقيب حضرتك على ظهور عدد من أتباع الدولة القديمة مجددا. يعني خليني أكون واضح. رأيي أنا ملوش قيمة، الرأي للناخب. يعني هو طالما إنه مفيش عائق قانوني يمنع عضو الحزب الوطني السابق من الترشح، الحكم الجمهور، فهو لو كسب يبقى الناس عايزة الحزب الوطني القديم، لو خسر هيعرف انه ما بقاش وجهه مفهوم سياسي. ف
برضو عايز اقول يعني مش كل واحد كان عضو في انا عمري ما كنت عضو في الحزب الوطني حقيقة، لكن مش كل واحد كان عضو في الحزب الوطني يجب ان يوصم. لا، في غالبية قد تكون 99% منهم هو داخل الحزب الوطني لانه ده كان الحزب الكبير نتيجة المصالح بالظبط. فيعني ما نقدرش نقول، انما بالنسبة للرموز بتاع الحزب الوطني انا افضل ان يترك الامر يا اما للقانون لو هو في اي حاجة من الناحية القانونية تمنع ترشحه، يا اما لو ما فيش للنافع. النافع يقول كده يبصر. طيب منهم انت رئيسي، منهم يا شفيق ارجع دعا ليها او يعكف عليها عدد من محب الفريق احمد شفيق مرشح رئاسة البعض فسر ده ان في ما يشبه بالمؤامرة او حالة التضاد او صراع الاجنحة داخل الدولة. ايه تفسير حضرتك للامر ده وظهور مثل هذه الحملات في الوقت الراهن؟ اي كلام. شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي تفوق شعبية محمد علي باشا بجد، مش هقول جماعة ناصر. ولماذا مش هتقول جماعة ناصر؟ لا يعني جمال عبد الناصر بلا شك انه كان عنده شعبية رهيبة. لا لا لا، عبد الفتاح السيسي بيحظى بحب حقيقي من جموع شعب مصر. ليه؟ لأنه واحد منهم، هو واحد منهم، هو طبيعته الإنسان يعني حنين ومتدين وفي نفس الوقت رؤيته تلبي احتياجات الناس دي، فهو واحد منهم. ولقوه قادر انه ياخد مواقف يصعب على واحد في المليون انه ياخدها. الله، يبقى بطل. يعني واحد زيي وانا حاسس بيه انه زي اخويا وابويا وابني وبياخد قرارات في منتهى المخاطرة على نفسه لحمايتي ولمصلحتي، احب ولا ما احبوش؟ طبيعي طبيعي. انسى، في مين يا فيجو؟